زميلتي وشريكتي بالمونديال جيسي صارت معي اثنيناتنا برازيل واليوم شفت امين والي الصبح. اليوم انا بدي اوجه لهم رساله كثير حلوه لالي وامين، قول لهم ميرسي لالقاء التحيه للبرازيل على بكره. هن كانوا لابسين المانيا مبسوطين ونحن حطينا لهم النشيد البرازيلي اكيد لانه نسرين فوق كمان نسرين مع البرازيل. بقى شباب هارد لك، يعني بيعملوا اليوم عشيه عندهم لعبه جود لك، بس انا وستاف والجماعه هون كلنا رح نصلي لتخسروا ما تزعلوا منا سبع، هيدي الروح الرياضيه بعرف موجوده عند الكل. بعدين انا مبسوطه عم شوفهم متفقين اول مره ستيفاني الله يديم الوفق شباب نبعت لهم تحيه كثير كبيره اكيد الروح الرياضيه بس نحب هيك نحرق بعد اليوم موضوع كثير مهضوم يعني صح. ولا كنت فكرت فيه، بدنا نشوف اذا الحيوانات بيحضروا تلفزيون معنا بس نكون احنا قاعدين عم نحضر تلفزيون، اذا هن عم يتفرجوا عم يشوفوا شيء بيحبوه فوتبول، اذا بيحضروا اكيد بيسمعوا الاصوات، بيسمعوا 10 مرات اكثر مما نحن بنسمع، يعني ضجه فريمون صغيره هن بيسمعوا، اذا بيعرفوا صوت سياره حدا جاي على البيت من اصحاب البيت دغري، اذا حتى الباب مسكر بحسوا مش معقول مزبوط. بس هل بيقشعوا الوان بيقشعوا الوان قطعت مره هلا رح نرجع نحكي عنها، بس قبل لانه دائما بشوف ناس بيسالوني اذا الحيوانات بفكروا انه الحيوانات بيقشعوا اسود وابيض، اسود وابيض. هلا بتقطع معنا بنوضحها اكثر، رح نبلش بفيديو قصير لبسينا عم تحضر شويه تلي هاو كيوت مش معقول اكيد كان لبسين عم يتفرج على العصافير ولا كان اكثر شيء عم يعمل رياكشن على الاصوات؟ لا عم بيعمل الاثنين، لانه اذا بدي ارجع احكي عن الموضوع اللي بلشنا فيه، هل هن عم يتفاعلوا مع الصوت او عم يتفاعلوا مع الصوره؟ اثبتت الدراسات الاولى يلي مش كثير معمول دراسات عن هالموضوع انه عم يتفاعلوا مع الاثنين، عم يتفاعلوا مع الصوت وعم يتفاعلوا مع الصوره. لنجاوبك عن السؤال اللي سالتيه، هو اذا بيقشع الوان مزبوط. بالنسبه للالوان ستيفاني نحن بنقشع احمر، نقشع اصفر، نقشع اخضر، هلا ببين معنا بوحده من الصور نسرين بتفرجينا اياها ديفرنت كلرز اللي الانسان بيقشعهم، انما الحيوان بيقشع بس لونين يلي هن الاصفر اللي بيجي هيك شوي على اخضر، هلا بيقطعوا هون بتشوفيهم أوكي. عندك الاصفر على اخضر غامق وعندك الازرق بس أوكي. ما بيقشع على الاورانج، ما بيقشع على الاحمر، حتى اذا بتروحي على يعني جار دالتونيا غير 100% 100% اوكي. دونك هيدا الفرق بيننا وبينه، معناتها الحيوان ما بيقشع اسود وابيض اوكي اوكي. هلا الشغله المهمه بس حلو بيقشع لون، يعني اكيد بيقشع لون. هلا رح يقطع الالوان البقيه شو بيقشعون؟ هلا رح يقطع فيديو لانه عارفه انه مصير بدنا نتخيل كيف الكلب بيقشع، رح نقشع بعينه للكلب انما قبل cool. في شيء ثاني بدنا نحكي عنه غير انه بيختلف عنا عدد الالوان اللي بيقشعها، في شيء ثاني بيختلف، هي بتعرفي انت وقتها نحن بنعمل من زمان كيف كانوا يعملوا التي في في الفليب صور اللي بتقطع كثير بسرعه صح. الانسان قطعت سلايدز عم بتفرجينا بوند ديزنيات انيميات بلوتو كانوا يعملوا ديزني كانوا يعملوا 100% بتشوفي انه 50 صوره اذا عم يبرموا بالثانيه الانسان فيه يقشعهم موفمنت كانه مش صح. صور عم كانه ايد عم تتحرك 100%. هلا الحيوان عم نحكي عن بسينه وكلب بيطلعوا تقريبا لل 75 صوره عم تبرم بالثانيه، العصفور 100 صوره اوه اوكي. التلي من زمان كان يعمل سرعه 60
فمن هيك نحن كنا نقشعها، انما الكلب ابدا ما كان ينبسط بهيدا الشيء. بيقشعها كيف هلا اذا بتمسكي سيلولاريك وبتجربي تصوري التلي بتصيري تشوفي مثل زياح. صح مزبوط. صح. هيدا الشيء اللي الحيوان بيقشعه اذا عم بيحضر على التلي القديم، او اذا بدك عباره عن صور عم بيقطعوا كانك عم بتبرمي انت بالصور على سيلولاريك وعم تتفرجي عليهم. اوكي هلا التلي لما تطور واليوم صار التلي عم بيعطي 125 هرتز وهيك، الحيوان صار يقشع اكثر، والحيوان صار يشوف التلي مش صور عم تقطع، بشوفها موفمنت كانه حياه طبيعيه. أوكي. كانه عم بشوف شيء قدامه عم بيتحرك. هلا اول شيء رح نشوف فيديو كثير سريع عن كلاب عم يحضروا، هيدا اللي كنت عم بحكي عنه. رح نشوف اول شيء فيديو عن كلاب عم يحضروا تلي مهضومين بعينهم بدنا نقشع. لا لا هلا لا رح نشوفهم عم يتفاعلوا مع التلي. اوكي يلا شفنا أهضم من الكلاب واللبسينات. لا ما في أهضم. انا ما كثير بسينات بس الكلاب مش معقول، يعني اوقات بتصير بالتلفزيون بدق الباب بصير يعوي بفكر انه دق الباب واحد. هلا ليك مثل ما شفنا بالفيديو في كلاب عم تتفاعل، وبذات الوقت في كثير عالم اليوم عم تحضرنا وبتقول كلبي ما بيقشع ولا التلفزيون ما بيتفاعل. هو الشيء بيرجع لنا في الوان وفي سرعه صوره وهالتفاصيل، وفي كمان كاركتر الكلب. صح. اليوم ما الكلب بحب ما بحب التلي، ما بيحضر، ما بينبسط فيها، وفي كلاب بتتفاعل. هلا منع في كلاب على الصوت بيناموا، يعني بيرتخوا هيك بيناموا. مزبوط. وهون في شغله ستيفاني اشتغلوا في دراسات كتير صارت، اشتغلوا على انه يعملوا فيديوز، او صار اليوم برا في شيء اسمه دوك تي في يلي هو اخذ بعين الاعتبار كل هالامور اللي نحن عم نحكي عنها اليوم، وبتشوفي الموشنز اللي عم بتصير والالوان اللي عم تستعمل والاصوات اللي عم تستعمل بطريقه ما تضايق الكلب. يعني الاصوات منا مزعجه، انت قلتي بسمع منا ايجو 10 مرات اكثر من الاقوى. دونك هن اخذين هالموضوع بعين الاعتبار، الالوان مركزين على الالوان الكلب بيقشعها والحركات القصص اللي بحبها. anyway قبل ما ننتقل على هيدا الشيء في فيديو هلا رح يقطع اللي وعدتك فيه، بفرجينا كيف الانسان بشوف وكيف الكلب بشوف. أوكي. وبذات الوقت الالوان مزبوط. وبذات الوقت بدي المشاهدين ينتبهوا لموضوع، بتشوفوا ميله من الشاشه تلفزيون من زمان وميله من الشاشه تلفزيون هلا يلي هو عم بيشتغل. رح نشوفه سوا. نشوفه سوا يعني. Levantamento pro Van Persie. Van Persie de cabeça. Um sede peixinho com هلا بدنا هون شفنا الفليب، بدها تحضر لنا نسرين الفيديو اللي بعده. صح. بس هيدا الفليب كمان حلوه نشوفها، لان شفتي كيف الورقه الصورة. الورقه عم تبرم، الكلب اذا عم يحضر على التلي القديم بيقشعها هيك كانه صوره وعم تبرم. تخيلي بقى ما رح ينبسط فيها يعني، صورة واكيد عم تتحرك. عم تتحرك بنبرمها بسرعه 100%. الطابه كانت عم تطلع لفوق مثل واحد. يلا ريدي بنشوف الفيديو الثاني. Thank you.
بيشوفوا شوية ألوان. انبسطت لأنه كنت مفكرة أنه بيشوفوا بلاك أند وايت. لا بيشوفوا شوية ألوان، وجربنا أنه نخلي المشاهدين يعيشوا تجربة الكلب كيف بيقشع. كيف بيقشع، شو حلو حلوة كتير هالحلقة، علمتينا بوقت كتير قصير كذا شغلة ما كنا بنعرفها. تعرفي ليه؟ لأنه أوقات عم نشوف كلب وأنا عندي كلب وما كنت بعرفه بيتابعوا الفوتبول ونحن ما بنفهم عم بيفهم شو عم بيصير ولا ما عم بيفهم، بالنهاية عم بيتفاعل مع هالحركة. وكمان إذا كان فريق لونه أزرق أو أخضر حينبسط شيء أكثر لعم بيقشع أو أكثر الأخضر. إيه مثلاً برازيل. سوري جايز. هيدا كان كل شيء. Thank you و good luck للتنين البرازيل. ورح نكون عم نشجعون أكيد، وأنا رح التالتة رح كون على الهواء إن شاء الله نكون إجي مبسوطة. وشوفكن مشاهدينا وقفة وبتلاقيكن نادين بأتيكيت.